عايز اكلمك عن البدايات. اكيد البدايات ما تنساهاش. احمد رؤوف هو لسه ولد صغير، ابتديت فين في الاول؟ في نادي في المنيا. القناه، لا في المنيا، المنيا. المنيا في المنيا ابتديت في مدرسه الكوره في المنيا. اتصعدت بقى سنه، اتصعدت الفريق الاول 17 سنه، وابتدت لا ابتدت الدنيا تمشي. بس كنت بحب الكوره يعني مين اللي شافك وتنبأ لك في الاول؟ كان في كابتن محمد حنفي، كان في كابتن طه حسن، كان في كابتن نادي سليم، كابتن رضا عبد الرحمن. لا كان عندنا في المنيا مواهب مدربين حاجه كبيره قوي. المنيا خلي بالك طلعت ولاده كتير. لا ولاده لا طبعا. ولاده ولاده باللعيبه كتيره. ف10 سنين في 11 سنه في 12 سنه نفس المراحل التدريبيه اللي انا ابتديت بيها، اللي انا ابتديت 2008 3 2001 2006. حاسس ان انا نفس خطواتي وانا لعيب، ابتديت برضو واحده واحده. وانت مدرب دلوقتي برضه، ونفس يعني شايف باذنك يا رب، شايف الخطوه والحلم او التارجت اللي انا ان شاء الله ربنا ان شاء يكرمني الله واوصل له واحده واحده باذن الله. ان شاء الله تحقق كل الامنيات وتوصل لاعلى المراتب ان ان شاء شاء الله. الله. المنيا بقى خدت خطوه تانية على القناه. القناه جت ازاي، ومين اللي خدك للقناه، ومين العين اللي شافتك كان ورشحتك؟ الله يرحمه كابتن فتح صديق. الله يرحمه. كان في وقتها في حاجه اسمها ممتاز بيه. كنت انا في المنيا، كنت لسه مخلص كليه، كنت لسه اخر سنه في الكليه، واتصعدت فريق اول. ووقتها كان ممتاز بيه، كنت انا بنافس لعيب اسمه محمد عادل في اسمنت السويس. كنا انا وهو بننافس على هدافين ممتاز بيه. فهم وقتها القناه اشتروني من نادي المنيا ب 150 الف جنيه في 2003. وخبرك ده مبلغ كبير. مبلغ كبير. طب ومن حسن حظ ان انا خلصت الكليه وقتها في دفعه 2003، كان في نفس الوقت اللي انا طالع على نادي القناه. فكانت دي كانت حاجه ايجابيه بالنسبه لي، ان انا لو في دراستي لسه موجوده جامعه وتبقى في تلعب كوره. فانا خلصت، اول ما خلصت جامعه ربنا كرمني موضوع نادي القناه. قعدت 4 سنين في نادي القناه. فتره مهمه برضه اتعلمت طبعا فيها وخدت اتعلمت خبرات. كتير وممتاز، ولعبت ممتاز ونزلت درجه تانية، لعبت سنتين ثلاثه درجه تانية. لا خدت يعني في خبرات. القناه طلعت ممتاز من القناه. انا جاي دوري ممتاز يعني لما اتنقلت من المنيا على للقناه دوري راح على ممتاز، الدوري الممتاز. نزلنا درجه تانية. قعدت سنتين ثلاثه معاهم، وكل سنه اجيب لي 20 جون 25 جون يعني كان اسمي مسمى. حتى وقتها برضو انا في القناه مضيت في الاهلي في 2007. بس ما انتقلتش بقى. لا وقتها رحت انبي. انبي بقى. انبي وقتها. طب انبي طبعا من الفترات يعني اللي ضافت لك كتير كتير كتير. خاصه كمان خدتوا البطوله وقتها، كانت بطوله كاس كاس مصر. مصر، وخدنا وصيف كاس مصر برضو. خدنا كان العصر الذهبي للانبي. كان دعم جامد في انبي. كان المهندس سامح فهمي كان دعم مين اللي جامد. رشحك وقتها؟ كابتن امام محمدين وكابتن علي عبد الصادق. امام محمدين. اه كابتن علي طبعا الصادق طبعا يعني اه كان طبعا مدير الكوره وقتها. مدير الكوره. امام محمدين هو كان عين الكشاف. خبيره. لا 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 هو قال لي انا عارفك من ايام المنيا. قال لي من ايام المنيا وانا متابعك. يعني هو تابعك كنت لسه قال لي في البراعم. وانا في المنيا قال لي انا متابعك كابتن امام. فكانت يعني الحمد لله رب العالمين خطوه كويسه قوي يعني. طب عينه ما شاء الله. لا كابتن لا لا امام لا لا ما شاء الله. عنده اجنده كده صغيره بيسجل فيها كل اللعيبه الموجوده في مصر. انا كابتن امام. كابتن امام لا كابتن امام مش حاجه كده يعني يتعمل له تمثال بصراحه. حقيقه. بصراحه راجل خبير. خبير.